I'm going to be speaking in Arabic, so if you don't speak Arabic, this video is not going to make sense to you, so you can scroll away. This is for my Arab people. صورت هالفيديو 50,000 مرة ما بعرف شو أقول يعني ما بعرف كيف ما عملوا awkward and cringe وفيك يعني So مشان هيك لهلا ما حطيت Arabic video on TikTok وكل take it's like Hi guys, كيفكم مرحبا شل أخباركم نيحة يعني what وفي take كنت عم بقول الأكل العربي اللي بحبه أكتر شيء كنت عم بقول يا بحب الفلافل والشاورما والكفتة والورق عنب what يعني shut the fuck up يعني شو بيك are you dumb anyway تصبحوا على خير رايح نام ساعة واحدة الصبح